على الخلل الفني الصغير، وتقديرا لدمائهم وتكريما لارواحهم وتمجيدا لعطائهم، قامت الشعبه الثالثه بفرع جامعه دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي بحمله تبرع بالدم لجرحى ابطالنا من الجيش العربي السوري والمصابين من المدنيين بمركز جامعه دمشق لنقل الدم. تفاصيل اكثر رح نتعرف عليها مع زميلتنا هيام لياس. الهدف منها هو يعني اعطاء او تبرع بالدم وبجزء يسير، هذا قليل جدا امام تضحيات الجيش العربي السوري شهداء وجرحى، فبالتالي هذا دعم ودعم يجب ان يستمر، ونحن باذن الله تعالى سنستمر باعطاء المزيد من هذه الفعاليات وخاصه تبرع بالدم. طبعا الحمله اللي عم نقوم فيها نحن شعبه الهندسات هي وفاء وتقدير لجيشنا العربي السوري البطل المغوار، وتخليدا لارواح الشهداء الابرار وجرحى الجيش العربي السوري. اليوم جاء طلاب جامعه دمشق ليتبرعوا بدمائهم لتكون بلسما لجراحات أبطال الجيش العربي السوري، فكما المقاتل العربي السوري يقدم دمه في سبيل أن يبقى هذا الوطن حصينا منيعا، قرر طلاب جامعة دمشق أن يتبرعوا بدمائهم أيضا لتكون بلسما لهؤلاء الأبطال الذين يحمون هذا الوطن. يقوم فرع جامعة دمشق للحزب بحملات تبرع دورية ودائمة ومستمرة وعلى مدار كل نصف شهر تقريبا، لو أن الإمكانيات التقنية تسمح بذلك لكانت هذه الحملات يومية، وهذا أقل القليل ما يمكن أن يقدمه جماهير الطلاب في جامعة دمشق. الآن يحملون القلم بيد، وفي أي مرحلة يطلب منهم أن يحملوا السلاح باليد الأخرى هم جاهزون، أقل القليل أن تقدموا بدمائهم دعما للجيش العربي السوري لجرحى الجيش العربي السوري. نحن حاليا بفرع جامعة دمشق كطلبة كأساتذة كموظفين من واجبنا نحن نبذل ما في وسعنا طبعا لتقديم أحد مقومات الصمود لأهلنا المناضلين في حلب. نحن عم نقوم حملة التبرع البسيطة هاي رعبون محبة، رعبون رسالة لجيشنا العربي السوري إنه نحن وراكم، نحن معكم. أجل مساعدة عناصر الجيش العربي السوري اللي في منهم نتصاب في خلال هاي الحرب اللي عم نتعرض لها نحن. نحن جينا اليوم لنتبرع بدمنا للجيش العربي السوري اللي عم يرابط كل قرنة من أراني الجمهورية العربية السورية، اللي عم يدافع عنا ويفدينا بدمه وروحه. كل عسكري منوجه له تحية شكر. نحن اليوم جينا نتبرع من شان الجيشنا المغوار عم يضحي من شانه عم يفدينا بروحه، ومن شان أهلينا بمناطق المحاصرة والمدنيين اللي كمان عم بنضراحوا بقضاء فبروحوا بهاي. نحن مطاع نخدم وطن هلق بإيدنا غير بهاي الشغلات بالدراسة حاليا، لبعدين بدنا كل نساهم بكل شيء بهالوطن. جايين نتبرع لنقدم شيء بسيط لزملائنا ورفاقنا في الجيش والقوات المسلحة. الجرحى هدون يعني عم يقاتلوا على جبهات القتال وعم يبذلوا الغالي والنفيس، نحن جايين نقدم لهم شيء بسيط جدا وهو شوي من دمنا، وإلنا الشرف وإلنا العزة والكرامة إنه دمنا يختلط بدمه.